لكن ما عملش عملية ومفيش مشرط ومفيش حاجة. طيب دلوقتي اتكلمنا بقى عن جراحة استبدال مفصل الركبة، ودي منتشرة جدا وفي ناس كتيرة عملتها وبيرجع بعد كده الألم يزيد إذا ما فشلت هذه الجراحة. طيب ايه الطرق الغير جراحية بقى لمفصل الركبة؟ مفصل الركبة، طيب هو مفصل الركبة علشان يعني بسرعة أنا يعني إيه، هو في مهزلة في موضوع مفصل الركبة إن كل ما حد ركبته بتوجعه يقول له أنت حضرتك عندك خشونة. طب ما انا عندي خشونه، واي حد عدى ال 20 سنه عنده خشونه، كل الناس عندها خشونه. المشكله بتكون في تاكل المفصل، بيفضل يروح للدكتور يديله مسكنات لغايه لما المفصل بيتاكل خالص. بعد ما يروح لنفس الدكتور اللي اداله مسكنات يقول له ده انت محتاج تغير مفصل الركبه. طب مفصل الركبه ده لو اتغير انا هقوم اجري، يعني هلعب كوره، هعمل هتلعبوني في الاهلي ولا في فريق تاني؟ لا هتلعب في الاهلي ولا هتتحرك. هو المفروض ان حضرتك لو المفصل نجح ما تقومش تمشي عليه لا يتكسر، لو ده لو نجح يعني الالم راح فمش هتقوم تمشي عليه. لكن اذا فشل تغيير مفصل الركبه الالم بيزيد اضعاف مضاعفه. طب ايه الحل اللي ممكن نلجا له لمفصل الركبه؟ حقن الماده الجيلاتينيه، يا ريت نفسح لها مكان، حقن الماده الجيلاتينيه او الهيليورونيك اسيد او بيسموها حقن الزيت، انا ما اعرفش الناس البسطاء بيقولوا اسماء كتير جدا. الماده الجيلاتينيه متعدده الكثافه، يعني ايه متعدده الكثافه؟ يعني ما تحقنش نوع واحد في ركبه المريض. كويس، ما تحقنش نوع واحد، احقن كذا نوع عشان مش كلهم يمتصوا مع بعض. لان مفصل لان جسم الانسان بيمتص نوع حسب كثافته بعد 6 شهور، نوع بعد سنه، نوع بعد 8 اشهر. طب ما انا احط الانواع دي كلها، فلما الجسم يمتص ما يمتصهمش كلهم مره واحده. دي اول حاجه، الحقن ده في الركبه، في الركبه، في الركبه. والاخطاء بقى اللي بتحصل فيه ايه؟ ان هو يروح للدكتور يقول له تعالى كل اسبوع اديك حقنه في الركبه، فياخد الحقنه دي ايه؟ دي 2 مللي، صغيره جدا. ياخد الحقنه يمشي على البيت ويرجع بعد اسبوع خلصت الحقنه، تاخد الحقنه اللي بعدها، فيديها له 4-5 مرات بلا اي فايده وبلا اي طائل. تمام. الحاجه الثانيه، عذاب على الفاضي وفلوس على الفاضي. الحاجه الثانيه ان هو بيديها له في العياده، يعني ايه التعقيم اللي في العياده؟ بيدي له قطنه بسبرتو، المرضى بيقولوا لي قطنه بسبرتو يقوم داخل بالحقنه. طب انت دخلت فين غير ان التعقيم ده ما يصحش؟ طب انت دخلت جوه المفصل، دخلت، طب انت وصلت للحته اللي انت عايز توصل لها؟ انت عارف لازم يبقى معاك جهاز اشاعه، جهاز موجات صوتيه، جهاز اكس راي، اي نوع من انواع الاشاعه، اي نوع. تمام، حضرتك توفره. لو عايز تدي الحقنه في العياده تخلي اوضه جنبك، الاوضه دي ما بيخشهاش الناس بالحذاء بتاعهم، الناس جايه من الشارع بيخشوا لاوضه الطبيب، ما ينفعش اعمل فيها حاجه. لازم اوفر اوضه معقمه، الرجل مش رايحه جايه عليها، عشان احقن الركبه عشان ما يحصلش التهابات او مشاكل أو والتعقيم او مضاعفات. الحاجه الثانيه بيقولوا لي ان هم خدوا الحقنه من غير ما يعملوا تحليل السيوله، يعني ممكن المريض يبقى عنده سيوله، نحط الحقنه نلاقي الدم طالع نزيف. تمام، فلازم نعمل تحليل السيوله، لازم في اوضه معقمه او اوضه منفصله، بلاش نقول معقمه عشان ما نصعبهاش على الناس. الحاجه الثانيه لازم جهاز اشاعه او جهاز موجات صوتيه. تمام، طيب انت هتقولي لي بقى طب الحقنه دي كويسه، ده انت راجل كويس جدا وبتعمل الحقنه وبتعقيم وبالاشاعه وكل حاجه. كتير قوي من الدكاتره الناس لما بتروح لهم عنده تاكل في المفصل، لو هو عايز يطفشه من انه يعمل الحقنه دي يقول له ده انت ركبتك اتاكلت مش هتجيب نتيجه. كويس؟ طيب واحد تاني زي حالتنا كده بيعمل حقن و و و عايز بقى زباين كتير وناس كتير، لما يجي له يقول له الحقنه دي يقول له دي جميله جدا، واقعد اقنع المريض بقى. يعني انا دلوقتي قلت 4-5 حقائق، المريض يتقبلهم او لا يتقبلهم، يعملها او ما يعملهاش. بالظبط. تمام؟ لا يقعد يضغط عليه، ده الحقن دي خطيره، ده انت لو ما عملتهاش هيحصل لك ده انت ده انت ده انت ده انت. تمام؟ والله ايه هي الحقيقه؟ الحقيقه ان نسبه نجاحها 60%، يعني لما بنعملها كويسه بما يرضي الله نسبة نجاحها 60%. لا هي حلوة، ما احنا اتفقنا بقى، لا هي حلوة وطفش واقعد اجذب الناس واقول لهم تعالوا ده انتوا هتقوموا تجروا بعديها، ولا هي وحشة مش هتجيب نتيجة. يعني لا انا اغم المريض اقول له مش هتجيب نتيجة عشان اعمل له عملية، ولا اقول له دي حلوة قوي علشان يجي لي اعمل له الحل. الامانة دي نسبة دكتور نجاحها. الامانة مهمة جدا. تمام. في دي نسبة نجاحها ما بين الطبيب والمريض، الامانة. كويس. انا برضو بكرر نسبة نجاحها 60%، يعني ايه؟ عشان الناس بتفكر ان 60% من الوجع هيروح. كل 100 مريض هيعملها 60 هيقولوا لي ده انا بقيت ممتاز الحمد لله، 40 مش هيبقوا مبسوطين من المرضى بتوعي، 40 واحد مش هيبقوا مبسوطين. تمام؟ هيقولوا لي احنا ما استفدناش. طب اللي استفاد يعمل ايه؟ هنكررها له كل المده ما تخلص، كل 6 شهور لسنه. هيكررها الحقن تاني، كل ما الجسم يمتصها نملها تاني. تمام؟ طب اللي ما ارتاحش يعمل عمليه؟ ابدا، هنعمل التردد الحراري. طب التردد الحراري ده برضو اللي احنا بنعمله ده احسن حاجه؟ طب ما تعمل